هاي تتميز مجموعة من المتاحف العالمية بتصميم خارجي فريد. متحف شنغهاي للفلك بالصين هو أكبر متحف بالعالم مخصص لعلم الفلك. صمم هيكله المنحني المعقد ليعكس هندسة الكون، وما في خطوط مستقيمة أو حتى زوايا قائمة. متحف لوما أغل بفرنسا بيتميز بتصميم خارجي على شكل برج ملتوي من قطع الألومنيوم يلي بتلمع تحت أشعة الشمس، وهو مخصص للفن المعاصر. متحف فياناي داندي بسكوتلند مصمم على شكل هرمين مقلوبين بيتصلوا كلما اتجهوا للأعلى، وهو شقيق للمتحف الأصلي بلندن، بيعرض أكبر مجموعة فنون زخرفية بالعالم. متحف المستقبل بدبي بيتميز بتصميمه المبتكر وواجهته يلي بتحمل مقولات منقوشة للشيخ محمد بن راشد المكتوم. مين قال إنه متحف جوجنهايم بالباو بإسبانيا هو متحف للفن المعاصر؟ بيتميز بتصميمه الفريد واختير سنة 2007 ضمن كنوز إسبانيا الـ 12. أنا قال بشوفكم بكرة.